الو، مساء الخير. انا اسمي رمزي، انا interior designer في شركه Human Nature. دي شركتي ابتديتها من سنه 2007، والشركه بتاعتي بوتيك ديزاين فيرم، فهي شركه صغيره وبنقعد مع الكلاينتس بتوعنا كتير جدا، وبنعمل delivery ان شاء الله، يعني مشاريع that are very unique و بيبينوا ال او الكلاينتس هوم او الكلاينتس براند. فالنهارده انا هتكلم على الديزاين كونسبت، دي حاجه اساسيه جدا في شغلنا وحاجه مهمه قوي، ف كنت عايز اركز كده فيها ونتكلم شويه على يعني ازاي نعمل ديزاين كونسبت وازاي ننفذ الديزاين كونسبت في الاماكن المختلفه. طبعا كل حد مننا عندنا طريقه مختلفه وحاجات هتنفع معاك احسن من حاجات تانية، فانا بحكي لكم ايه الطريقه النافعه معايا انا ككونسبت. ف we'll start بقى دلوقتي، ولو في اي اسئله ممكن تحطوها في الكومنتس وهيبعتوها لي ان شاء الله. فاول حاجه it's my design journey، فانا بكلم من سكتي انا بتفكيري انا. فاول حاجه هي الفانكشن، طبعا يعني لازم يكون المكان يعني فانكشنال، مهما كان شكله كول او روش او اي حاجه، مش مهم لو هو مش فانكشنال. وانا دايما في الاول خالص انا بقابل اي زبون، بشوف the functions اللي هم محتاجينها، وباخد كده فكره على الستايل عشان اتاكد ان انا الديزاينر المظبوط ليه، وكمان ان هم الكلاينتس اللي مظبوطين ليا انا. It's a two-way thing. وفي بوتيك فيرم انا الوحيد اللي بقعد مع الكلاينتس، فانا بشوفهم كتير جدا، فهم لازم يستحملوني ولازم انا احبهم، ف مهم قوي ان احنا نكون عندنا علاقه حلوه. وكل ما الكلاينت جامد كل ما شغلي ممكن يكون جامد. فكلاينت جامد يعني ايه؟ كلاينت جامد يعني الكلاينت عارف شخص نفسه او عارف شخصيته، ويعني البراند بتاعه ده residential او commercial، وكلاينت فاهم شغلتنا كديزاينرز وواثق فينا كديزاينرز ويخلينا يعمل لنا شغلنا، بس لسه بتقول لنا يعني افكارها، وبتكون حد ممكن نتكلم معاه ونخترع حاجات جامده معاهم. فهو الجزء الكلاينت مهم قوي، وهو مش جامد او جامده عشان هي عندها فلوس، هو جامد او جامده عشان اسباب اللي حكيتها في الاول. فلما بلاقي كلاينت جامد او جامده بشوف الفانكشن معاهم في الاول والستايل، عشان بس اتاكد ان انا ممكن انفذ لهم اللي هم عايزينه. في مرات كده هيجي كلاينتس ليكم اللي هم عايزينه غير خالص من اللي هم بيقولوه، فده دي شغلتنا احنا، نكتشف هم عايزين ايه فعلا. فلما الاقي ان الفانكشن والستايل هيمشوا كويس معايا وانا اقدر اوصل لهم حاجه تبسطهم ان شاء الله، بنشتغل مع بعضينا. فالكونسبت ده بيجي بعد ما نتاكد ان المكان is strong function، فلو انت مطعم الترابيزات مريحه، السيركيليشن للناس كويسه، للناس اللي بيتمشوا، المكان مريح للعين، المكان بيدي روح الشخص او البراند. فانا ليا انا الكونسبت بشوفه من ناحيتين. في الاول خالص بشوف اللوكيشن، فاللوكيشن ده حاجه اساسيه، يعني اولا احنا مثلا هنا احنا في مصر، في كلتشر معينه، في طريقه تفكير معين، في جو معين، في ماتيريالز معينه، في تراث خرافي، عندنا انسبريشنز بالهبل في بلدنا. فانا دايما دايما بحب اخد انسبريشنز من المكان اللي انا فيه، وفي مصر يعني it's limitless. ودي بتبتدي بقى ماكرو لمايكرو، فانت بتشوف يعني مصر، بعدين القاهره، بعدين زمالك مثلا، بعدين الشارع ده في الزمالك، بعدين العماره ديت، بتشوف في العماره مبنيه سنه كام، تاريخ العماره، الناس اللي حواليك شكلهم ايه، الجو بتاع المكان ايه، الشمس، النيتشر، الويند، التمبرتشر، يعني لازم تحس قوي بالمكان، لازم تروحي وتشوفي المكان ده وتكوني يعني
close to the space. يعني you don't design something from far away. لازم تكون لازم الديزاين يحصل في المكان في الأول. وحاجة تانية للكونسبت هي دايما الكلاينت. وأنا بقعد كتير قوي مع الكلاينتس بتاعتي، فأنا بقعد مع الكلاينتس في الأول almost weekly. بحب أخرج معاهم، لو مثلا هعمل بيتهم، أكل عندهم، أشرب قهوة عندهم، أمضي كده شوية وقت معاهم عشان أشوف هما بيتعاملوا إزاي، أشوف بيتهم لما هو زريبة تماما. ونفس الموضوع في اللوكاندا، مثلا عملت لوكاندات قبل كده، وكنت دايما بقعد في أوحش أوضة. It's always good إنك تشوف يعني الجزء اللي الناس عامة بيجربوا يخبوه، عشان ده بيوري لك ويفهمك قوي الناس بيفكروا ازاي وبيعيشوا ازاي. فمثلا اروح بيت في كتير عيال وفي دوشه كتيره، بس الاهل عايزين مكان هادي شويه، بزود في الستورج، بعمل مكان معين for the kids that's going to attract the children to play فيها ويتبسطوا فيها. And then كده يعني بعد ما اقعد معاهم كتير كمان بتعرف يعني هم بيحبوا ايه، وبحب انزل مثلا معاهم محلات مختلفة. ممكن اروح كده انتيك شوب، ممكن اروح مودرن فرنتشر شوبس، حتى لو مش هنشتري اي حاجة من المحلات ديت، افهم بس هم بيحبوا ايه. هم بيركزين قوي مثلا في الجلد، مثلا بيحبوا الجلد، بيحبوا التقفيلة بطريقة معينة، بيحبوا قوي الاشخاب، بيحبوا قوي الستايل المينيماليستيك. يعني بنتعرف على ناس لما ننزل معاهم كتير. It's just like يعني making a friend that you spend time with them. وكمان زي ما قلت لازم تشوف كده هم عايزين ايه، وهم فعلا عايزين ايه، هم بيقولوا ايه وفعلا هم محتاجين ايه. يعني انا اكيد يعني معظمنا بنشوف clients بيقول لنا يعني انا عايز حاجه سويدش وفيري كول وفيري مودرن، بعدين بسالهم طيب وروني حاجات عايزين تاخدوها معاكم من البيت دلوقتي للبيت الجديد، وبلاقي يعني فرق شديد ما بين ما بين الاثنين، بتكون حاجات كده مش ولا سويدش ولا مينيمال ولا اي شيء. فبوجههم لديزاينر يكون more appropriate for them. وقتها في كمان مشاريع احب قوي اخدهم، بس انا ما عنديش ال experience او ال knowledge ان اخد المشروع ده. فهي انا في شغلتنا مهم قوي ان نكون objective، عشان لما احنا ما نكونش objective على نفسنا واحنا كويسين في ايه وجامدين في ايه وحشين في ايه، ممكن نلاقي نفسنا في مكان اصلا مش عارفين نعمل grasping الكونسبت كويس، وفي الاخر النتيجه مش هتكون مكان كويس. فلو انتوا عاملين في الاخر مكان that's not functioning properly والكونسبت مش cohesive و tied throughout the whole space, I won't look good عليكم انتوا كمان. فمهم قوي ان نكون يعني مش بنشوف نفسنا بطريقه objective as possible. فانا هوري لكم 5 different concepts عملتها. وهو انا بحب اختار كلام قليله قوي في الكونسبت بتاعي انا، وده مش اساسي. هو اهم حاجه في الكونسبت ان it makes sense ليك او ليكي كديزاينر، وكمان for the client. فلو انتم محتاجين يعني 2 sentences ماشي، بس طالما الديزاين الفكره نفسها ممكن تتوزع في المكان كله وتكون كمان فكره كويسه. فانا ما بحبش اعمل مكان وفي كل اوضه احس باحساس مختلف كده، يعني اخش المكان و في اي اوضه اعرف انا في هذه المكان. فده جزء مهم قوي في الايام ديت، في ايام الانستغرام كمان، انه you're creating a brand, especially لما تعمل حاجه commercial. في البيوت طبعا حاجه مختلفه شويه، بس في البيوت انا بحب الكويسنس وان اكرر الكونسبت في كل مكان، عشان ده فيه a very calming احساس للناس ان هم يحسوا هم يعني في نفس المكان، و consistency و it's one space. ف subconsciously it's good for people. وفي ال if you're thinking commercial, to have a constant concept running through, والناس لحد في الدور الارضي ياخد صوره، الناس يشوفوه في انستغرام يقولوا هو في العماره ديت، او هو في المحل ده، او في المطعم ده. فاول واحده هوريها لكم هي جي سبيس. دي مشروع كوميرشال ده في الجونه، عملته اي ثينك 7 سنين، من 7 سنين. وانا بحب قوي الجمله يعني حاجه ميت حاجه، دي طريقتي انا شخصيا. فانا بحب مثلا هنا قلت جونه
meets an energizing office. معلش الانجليزي بتاعي اقوى من العربي. وهبقى اقول لكم يعني كلمه جونه اللي هي انا فيها معنى وفيها تقل. ف for me الجونه ده مكان شيك قوي، ده مكان laid back قوي، ده مكان بيحترم الاركتكتشر المصري. يعني المكان بتاع جي سبيس كان اصلا a beautiful building with arches و domes و vaults، وكان لايق قوي على البلد. فانا كنت عايز يعني اوري ده اكتر كمان يعني. في جي سبيس كلمه جونه اللي هي انا فيها معنى وميت energizing office، عشان بفكر كده كمان يعني جونه بالماونتنز والبحر والشمس واللايد باك اتموسفير، الناس ممكن يكونوا very relaxed صح؟ ففي جي سبيس هو اصلا اتعمل عشان ماركتنج ايديا، هم عايزين الناس يجوا يعيشوا في الجونه. ف this wasn't يعني انا عايزين نعمل فلوس من المشروع ده as much as عايزين نوري الشعب ان هو ممكن يجوا يعيشوا في الجونه، مش بس ياخدوا رحله ويعملوا صيفوا هناك بس. ف انا كنت عايز اعمل مكان فيه، عشان كده استخدمت كلمه energizing، عشان انت ممكن تكوني ريلاكسد او تكون ريلاكسد بره بس تخش جوه المكان ده وتفوق. فانا بحب قوي اللون الابيض، بحب قوي كده very bold colors زي ما انتم شايفين هنا، في الازرق وفي الاسود والقبه من فوق. جبت this amazing artist اسمها ايه طارق، وقلت لها 4 الوان وفكره، وهي رسمت بزايدن and like this beautiful sea full of colors و that it really helps create يعني creativity لما تخش جوه المكان ده. ف ليا انا الجونه زي ما قلت كان laid back، فعملت كده الارضيه كلها يعني ماربل بس متكسر، فهو شيك بس laid back. ده مثلا في المدخل كل الحاجات اللي انتم شايفينها ديت كل ده مصري ومش مصري، او الترابيزه معموله مع حداد مصري، الستولز مصريين. وبعدين الاوضه اللي بعديها دي ده كان اصلا جزء بره في المكان، ده كان اوت دور اريا. فانا كنت عايز اعمل حاجه دي بقى very iconic و very instagrammable. فدي الاوضه ديت. ف when you're doing a commercial space لازم تفكر في انستغرام، وهي مش معناته ان انا هفكر في انستغرام هنسى الفلوسفي بتاع الانتيريور ديزاين او ابيع نفسي او لا، انت لازم بس تفكر يعني المكان ده هيتصور. فده الموضوع الانستغرام ده تصوير، ده فانكشن جديد لنا. فانا اخذت المكان اللي كان خارجي ده ودخلته جوه الكووركينج سبيس، وكنت عايز اعمل كده مكان that's ايكو المدور، مفيش حد anybody's in the head everybody's around in a circle for there's an equality around the space. وكنت عايز كمان اعمل كده دراما كبيره، فلما بنلعب كده بالوان بطريقه ديت ويكون لون جامد، ده لوحده بيعمل دراما، والسيركلر شيك دي بتعمل دراما كده، والستبس اللي نازله، والستيج في النص اللي ممكن يقلب كده نافوره عشان لما الناس يشتغلوا بقيه الاسبوع مفيش محاضره ممكن يقعدوا حوالين كده نايس بوينت. فتو كريت دراما مرات مش بتكون صعبه قوي يعني، you're just playing with يعني basic shapes basic colors وبتفكر كده في السكيل. وبعدين مثلا وكبرت المكان من قدام ودخلت كده more in direct sunlight، عايزه انور المكان احنا في الجونه. فاجان كلمه جونه مهمه في الكونسبت عشان يعني عايزه اوري النيتشر، فانا عايز اوري الناس the beautiful blue sky. ولو حد جاي من المدينه اللي فيها البولوشن وفيها الدوشه وجاي يشتغل في الجونه، عايزه يحس ان هو او هي راحوا مكان مختلف تماما، وهيكون very motivated this new space and excited to be in this new space. فدخلنا الشمس، جبنا ترابيزات that are tree trunks، خلينا الكنبه مرجعه كبيره قوي نسيت مرجعها شويه، في side desks فيهم lockers واحد عايز بس كده a quick meeting ويطلع على swim afterwards or whatever. وبعدين طبعا في ادوار وفي اوض مختلفه. ف احنا لما ما قلت لازم نخلي الايديا كونسيستنت، دي مش معناتها ان لازم يكون المكان ممل، فاحنا ممكن نلعب شويه بالالوان. يعني مثلا انا لما نزلت تحت في الكافيتيريا كملت الارضيه البيضاء بس بدل الماربو خليتها ايبوكسي، خليت نفس اللون الاشخاب اللون الفاتح،
ودخلت شوية من الأسود، بعدين we introduced a different color بقى the orange for the Guna sunsets and it's a bit warmer. ده المكان اللي الناس ممكن يقعدوا فيه كده، وهيكون function مختلف يعني المدخل كده، في quick meetings، في introduction to the co-working space، تخش جوه الأوضة اللي بعديها you're doing meetings and brainstorming sessions, so it has to be very alive. But the cafeteria I wanted to keep it a bit كده warmer شوية و more sunny colors يعني. بعدين في الكووركينج سبيس على الشمال كمان في اثنين قبب، وقلت لها هي طارق ذا ارتست هو اكستريملي تالنتد، just make it funny، make it كده quirky. It's nice ان حد يخش جوه يضحك، فهي مثلا عملت كده these very cool cartoons وعامله كده thought bubbles، ف when people are instagramming again they can write stuff down. فاحنا هنا بقى عملنا نفس الفكره في كل الحيطان، كل الحيطان are writable walls في جي سبيس، وده حقيقي في ال that's very good for brainstorming، وفي في يعني research عليه بيوري قد ايه ده مهم لينا when we're researching and stuff. فالصوره على الشمال كل المكاتب، كل ال white portions ال dividers دول writing surfaces، كل ال lockers that are black دول writing surfaces كمان، الحيطه البرتقاني اللي ورا writing surface كمان. وانتوا شايفين هنا بقى دخلت بقى الالوان مع بعضيها، فاحنا عندنا الاورنج كان في الكافيتيريا، عندنا الازرق والاسود اللي كان في المدخل، وعندنا الابيض في كل حته. فدايما حلو كده انك you keep using the same colors، فاني اعتقد ان اي حد يخش في اي اوضه في جي سبيس هيشوف اه ده نفس الروح اللي عارفه في اماكن تانية. فمثلا يعني ده كان اوضه كريم نور، عملنا له برايفت اوفيس، وجبنا تري ترانك again كوفي تيبل، الكنبه والكرسي بتاعه هو. فده لذيذ قوي ان لما كلاينت يجي لك حاجه جامده قوي زي الكنبه والكرسي ده، انا عجبني قوي وكان لايق بيرفكتلي، وكان المكتب بتاعه كان لايق عليه. بس انا غيرنا بقى الارضيه هنا وخليناها كونكريت، كنا عايزين حاجات that's very very durable، بس خليناها لونها فاتحه. الحلو كده في الكونكريت ممكن نلعب بالالوان، ممكن تعمل اصلا يعني colors، you could have a beige concrete، you could have a red concrete. زي الابوكسي you could play a bit more with it، بس يعني الابوكسي طبعا is much more consistent، ومش محتاجين الفواصل زي محتاجين الفواصل في الكونكريت. ف again الموضوع الجونه بندخل النيتشر، في شبابيك كبيره بنشوف المنظر، بس في نفس الوقت الالوان بتكهرب شويه، هي بتصحصحك عشان تشتغل، فده الانرجايزنج اوفيس. ده بقى الجزء الخارجي اللي كده الكورتشارد كده في النص، و again مكمل بالبروكن ماربل، same color scheme we had inside، بس بنلعب بيها شويه. فاحنا مثلا لما يكون عندك الفرصه العظيمه انك تشتغل او تشتغلي في عماره that's beautifully designed that's a, it's a huge thing. يعني انا I can't take all the credit for G-Space خالص، عشان انا كنت شغال في architecture that's beautiful. يعني these arches are beautiful، اللون الموجود اصلا في العماره لذيذ قوي، بس ما كانش ماشي قوي معانا ك co-working space عشان كان a bit too earthy، كويس ان المكان يكون انرجايز اكتر. فخليت الحيطان اللي بيضة، وسبت طبعا كل الخارجي لسه باين عشان يكون في افيوجن. بس again جونا the broken marble laid back chilled high end بس very approachable. حتى كده when we were doing the model shoots اخترنا models that were dressed يعني like you would dress في جونا. وصلنا بقى ويلنس حاجة مختلفة، صانع ويلنس عملناه اعتقد في شهرين ونص، وكان اسمه بادجت. ابتديت المشروع ده وده فيري كول لوجو براند بتاع اوسانا، كانت دي ان اي بيعملوها لنا، وانا اصلا انا ابتديت شغلانه بالبراند الموجود. And they had البنفسجي الفوشيا ده، كان عندهم الاخضر اللي شايفينه في الباب وفي الشبابيك. ف البراندنج كان اساسي قوي في الكونسبت بتاعنا. فانا في الكونسبت ده كان ارت نوفو ميت سويدش، انا بحب قوي كده احط كلمه ميتس كده في النص، فدايما بحب كده هاكل حاجتين ثلاث حاجات بجمعهم على بعضي، عشان دي انا بحس كده ان دي عامه حياتنا. انا دايما يعني مش اني عمري عملت حاجه ارت ديكو فقط، يعني دايما كده ارت ديكو مع حاجه، دايما بحب ادخل الشخص. فاحنا كلنا are multi-dimensional human beings، for our clients كمان multi-dimensional human beings، فهم هيكونوا عندهم many different attributes. فإتس very nice انك ن ن ن ن celebrate الكلاينتس بتوعنا والانتراكشن
الديفرنت اسبيكتس بتوعهم، عشان ده اللي هيدي لهم مكان that's unique. عشان كده يعني كلمة Pinterest design أو cut and paste كلمة وحشة، عشان أنت لما بنعمل كده بنشيل شخصية الإنسان اللي قدامنا، أو بنشيل شخصية البراند اللي قدامنا. فمهم قوي إن هنخترع حاجات كده جديدة ونشتغل مع ناس اللي بيعملوا حاجات يونيك. فيعني as an interior designer وأنتم شغالين مع حد graphic designer جامد، ده هيساعدكم أنتم في شغلتكم أنتم أكتر كمان. زي ما انتوا شغالين مع a good landscape designer، شغالين مع a good lighting designer، الكلاينت نفسه يكون جامد زي ما قلنا في الاول. فهنا الكلاينت سمية كانت معايا في المدرسة و a really good friend وبموت فيها، واشتغلنا مع بعض وزورنا كان ماشي مع بعض، فاهمين نفس الجو شوية. فأول ما دخلت الفيلا كان حياتها وحشة قوي، يعني ما كانش فيه أي حاجة من ايام زمان، كان بس في البيبان زي الباب اللي انا قطعته لورا ده، والريلينج بتاع السلم بس. معظم الحاجات كانت اتشالت، فالروح اتراح، كان خلاص راح. والفيلا دي اصلا كانت ارت نوفو وقت ما بنيه في العشرينات. فاول حاجه زي ما كلامنا في الاول، لما بنشوف كونسبت بنفكر احنا في لوكيشن ايه. فانا اوكي احنا في مصر، بس انا في فيلا ارت نوفو، بس فين الارت نوفو في الفيلا ديت؟ فأول حاجة عملتها جبت أرضية قديمة من that same period عشان أرجع روح شوية للمكان، بس في نفس الوقت كنت عايز أخليها modern عشان في جزء سويدش. عشان كمان نسيت أقول لكم، لما وصلت المكان كانوا بنوا يوجا ستوديو بخشب الموسكي ورا، designed by a German in a very كده clean Swedish modern way. فكان عجبني قوي الفكرة إن يعني أدخل Art Nouveau مع Swedish design مع اللوجو بتاعهم. انا زي ما قلت لكم في الاول، انا ممكن استخدم 3 كلمات بس، كل كلمه ليا انا شخصيا كرمزي فيها معنى، وفيها يعني لما اخش كل اوضه انا عارف يعني ايه سويدش ليا، وانا فاهم يعني ايه ارت نوفو ليا في المكان ده. فطبعا في كل مكان ده بيختلف يعني. فرجعنا الارت نوفو من التايلز، لعبنا شويه بالريلينج بتاع السلالم، يعني عجبني كده الكالر، لعبنا شويه بالكالر من الابيض للاخضر بتاعهم. الاوضه الباب الوراني ده كان بيدخل على النيرسري. فانا شفت كده مره باب، فده يعني ده انسبريشن من باب شفته فور كيدز، ان يكون في جزء تحتاني بيفتح وبيقفل، بس من فوق ال adults can see the kids playing. ف this is taking an idea and making it your own. فانا مش بقول ما تبصوش في بنترست، ما تبصوش، لا بالعكس انا لازم اتعلم. ويعني ما فيش حد فعلا يعني عنده فكره جديده قوي في الديزاين، احنا بس بنجمع الافكار بتاعتنا بطريقه that's more unique, that's more reflective of our client or the client's brand. ف الباب ده جالي من حد تاني التغطية، وعند كده it's a very كده fun كده vibe where the parents used to love it and the kids used to love it، إن هم يخشوا يشوفوا كده الباب القصير. وفي مثلا الريسبشن ديسك أخدت نفس الماسكي، خشب الماسكي زي ما هم كانوا كاتبين عاملينه بال اليوجا سنتر اللي ورا، عشان it's بحب قوي الخشب الماسكي، عشان أولا هو مش خشب غالي، و this is a wellness center، فما فيش منظرة. وأنا مثلا يعني كل شغلي أتمنى إن ما فيهوش أي منظرة، it's يعني it's grounded and it's I hope يعني real. فالموسكي it's a beautiful wood, it's not expensive, it's very durable. ومع الفوشيا الجامد بتاع أوسانا أدى روح كده cool قوي. وطبعا هتشوفوا كده من بره اللاندسكيبنج اساسي، لو عندكم جنينه، لو عندكم منور ممكن فيها زرع، لو في اي حاجه اي طرق ممكن تدخلوا فيها زرع في المكان ده بيفرق جدا معاكم، وده it's another way to يخلي المكان much more earthy. فاجان انا Art Nouveau meets Swedish design. The Swedish design is in the very modern counter. وبعدين الارت نوفو بقى الكراسي، الكنبه اللي انتم شايفينها، البلاط اللي جبته الفينتج بلاط. تخيلوا مثلا الشبابيك ديت كان الوميتال بني، واحنا كان عندنا بادجت صغيره في المكان ده، احنا دهنا كل الالوميتال اللون الاخضر بتاعهم، وهو ده غير المكان تماما. ف this is like you have to really work with the branding agency تاني، وتعرف الالوان بتاعتنا ايه وهنكمل ازاي. ف تاني لو اي حد هيكون في المكان ده يصور حصانه هيعرف هو في حصانه. في الاخضر هتشوفوه في كل حته، هتشوفوا البينك في كل حته، حتى لما بنغير الباترن شويه
زي مثلا كانت سوميه تعمل كده مخدات كده مختلفه شويه، فجبنا المخدات المطرقعه شويه دي بالفوشيا والدروينجز فور فن. وبعدين كانوا عايزين هم حاجه للتريز، فانا عملت البيرد كيج انسبايرد تري ديسبنسري ديت، بس اي جيف ذيم دوك فيت. And again, it's دايما بحب كده حاجه كده كوركي كده and funny and silly شويه، عشان it's a good reminder لنا كلنا ما ناخدش حياتنا يعني بالذات كان interior designers مش جد قوي يعني. We're not saving the world, we're making the world much more functional, much more beautiful, بس we should have a bit of fun يعني في شغلتنا. وطبعا كده بتشوفوا كده مصر فيها في ال dispensary وفي المنيو اللي فوق مثلا ده بس white frosted glass، والمنيو اللي تحت black blackboard paint. ما فيش أي حاجة شفتوها لغاية دلوقتي في أوسانا that's very expensive. G space can expensive, can high end. It was going out to different clients, a different location. في أوسانا it's a wellness center, it's about yoga, it's about meditation. But it has to be a lot more grounded. الحمام ده كان very fun على الشمال. ده كان مامي and me. And دي كان أول مرة أسمع عنها بصراحة. فده كمان الكلاينت كان كول قوي يعني. الكلاينت كانت one of the partners اسمها نينا، ونينا is a mother، فقالت لي انا عايزه an adult toilet وجنبه a child's toilet، and ممكن both people can be comfortable و a changing station because she had two kids هي واقفه، two young kids. But that's why there's two toilets وفي changing table، ودخلت ال changing table جوه السنك عشان يعني بحب انا dual functionality عامه في كل حاجه. بس to go back to the concept، هو الشباك الأخضر، the family wellness، the mommy and me toilets، that's taking it to the next level، بس يعني I just thought it was very cute. وبعدين كمان المفروض انك تشرف الاماكن، انت مثلا العماره بلدي قديمه، فقلت طيب نشيل المهاره ونشوف ايه اللي ورا المهاره. والحمد لله لقينا this awesome stone. وده الدحن اعتقد كان يوم الافتتاح بتاعنا. كان عندنا مشاكل كتير قوي واللون ما كانش بيتظبط، وبعدين اخيرا لقينا اللون ده يعني اخر يوم يعني. بعدين هنرجع تاني للسويدش ديزاين في الوايت، ذا وايت كونسول، الكونسول الابيض بتاع الحمام، فهو نفس الخشب المسكي نفس التصميم بس دهنته ابيض عشان المكان يكون احلى شويه. وكمان تيجي مثلا صغيره مثلا لما تعمل الحمام او تعملي حمام ويكون ابيض، بلاقي كده الابيض كده is very clean. فلو تخشوا مكان وتلاقوا المكان ابيض قوي بتحسوا كده النظافه، وده احساس حلو لما نخش حمام مثلا يعني او مطعم او يعني او سرير مثلا يكون كل المفارش بيضاء. بعدين هنرجع تاني للسويدش ديزاين وفي الشينجينج رومز. فهنا في الخشب الماسكي وجوه في الاوض عشان بادجت جبنا بس كونكريت سمبل تايلز، بس بقى في الحيطان بقى جبنا كده مور ايرثي كده ماتيريالز عشان نرجع تاني الناس لل تو ذا ايرث. وعملنا شاور بيسن ان وود واللون الاخضر واضح. وكل على فكره انتوا اكيد خدتوا بالكم كمان من كل السينج ساينج، كل الساينج معمول من الجرافيك ديزاين كمان. فذا جرافيك ديزاين كومباني دي حاجه اساسيه في الكوميرشال بلاننج، وبشوف كتير قوي مرات ناس بيجربوا يعملوا كل حاجه في الانتير ديزاينر. لا انا هعمل جرافيك ديزاين، هعمل كده هعمل كده. Like you should understand how graphic design works, you should understand how different things work في الانتير ديزاين، بس كمان you should allow each person to do their زي ما احنا عندنا تخصص في الانتير ديزاين، واحنا بنفهم في الماتيريالز وبنفهم في العفش وبنفهم في حاجات تبع الانتيريور ديزاين. في ناس كمان بيفهموا في الجراف في الانتيريور ديزاين، ناس بيفهموا في الجرافيك ديزاين، ناس بيفهموا في حاجات اللي هم ركزوا دراستهم فيها يعني، فدي مهمه قوي. ودي مثلا عملنا شيلفنج فوقيها وزودنا كده بوكسز فور ستورج، this is for their yoga supplies. فاتس important كمان تفكروا هم ناس محتاجين ستورج ازاي في الاوضه ديت يعني. البنشز فيهم ستورج، فوق الشيلف ده فيه ستورج، وكمان لما بنعمل شيلف وبنعمل كول ستورج اكسبوز ستورج لازم الآلة تكون باينة ولازم تكون شكلها كول. فجبنا نفس الألوان الأشخاص الخشب اللي جبناه من الأول، اللي جبناه من السويدش ديزاين ايديا من اليوجا بافيليون من بره. فاحنا قاعدين كده دايما بنرجع لنفس الكور بتاعنا الكونسيبت بتاعنا. دي بقى أوضة، هي سمية's mom is an insanely talented artist، فهي this beautiful painting يعني كل حد هيكون عنده يعني أم who is a super talented artist، بس احنا طبعا استغلينا الفرصه ديت.
فكنا عارفين انك كنت بينتينج جامده للدرجه دي، فبقيه المكان كان ابيض. بس لسه يعني مثلا يعني جبنا الكارت على الشمال دي من ايكيا عشان هي لايقه بالوان الواننا. اللون البينتينجز كان فيها لايق على اللوجو بتاعت حصانه. ف اجان مش لازم عشان نكمل الكونسبت يكون المكان ممل، ممكن كل اوضه يكون فيها روح مختلفه. يعني مثلا هنا الارضيه كونكريت زي ما عملت في المدخل، والوزرة خليتها كونكريت كمان، بس بدل ما يكون في اولد تايلز which are expensive استخدمنا الخشب اللي موجود بس احنا ابيض، فعملنا بورديرة اسمنت حوالين خشب ابيض. كايرو كيتشن بقى كان مطعم بحبه جدا قبل ما انا عملت له تصميم للفرع بتاعهم الجديد. و كايرو كيتشن كان ديزاين باي السوبر تالنتد حسن ابو السبع. فلما بناخد حطيت المشروع ده عشان اوريكم يعني ازاي ناخد ديزاين جامد قوي بس نترجمه شويه ونخليه more relevant to the time and to us as a designer. يعني هم قولي انا ليه عشان ادي لهم حاجه مختلفه بتفكيري انا شويه كديزاينر. فالمطعم الاوريجينال was based on street food basically، والكارت والستين جلاس والروح المصري في الستريت كافيز. بس المره دي بقى احنا جوه مول، فانا I'm not a big fan of malls عامه، ف عشان بحس ان المكان سنتاتيك شويه، فبفضل كده الحاجات اللي في الشارع داون تاون ستريتس حاجات كده. سو انا في المطعم ده كنت عايز احترم قوي اللي هو كان عامله حسن، مهندس حسن، بس كنت عايز اعمل حاجات شويه تغييرات. فالتغييرات اللي انا عملتها مثلا، انا عجبني اول ستين جلاس بتاعه بس ما كانش عاجبني ان ليا انا شخصيا ان الالوان الكتيره في المكان كله، فكنت عايز اركز بس كده في اللونين، فركزت في الازرق والاصفر بس هم كده الوان كده very كده happy and earthy. كمان خليت كل الخشب لونه فاتح عشان كمان تخلي المكان brighter شويه. بس اهم حاجه في عينيا انا اللي غيرته ان خليت الحيطان كلها كونكريت. فانا لما رحت المكان عايز اعرف يعني انا داخل على تصميم جامد قوي، انا what am I going to bring to the table، انا هعمل ايه اللي هيكون مفيد للزبون. فأنا اكتشفت لما رحت المطعم انه الابيض اللي كانوا دحنوا بيه الحيطان والبارتيشنز بتاعته كانوا فيهم كتير مشاكل. يعني انتوا شوفوا كده البارتيشن دي was all inspired from Hassan's design، بس بدل ما تكون خشب ما تكون ابيض خليته اسمنت عشان الاسمنت is much more durable، فلو لو يتخبط هيكون شكله cool. يعني ده دي حاجه يمكن بنفكر فيها كمان ازاي حاجه تتبهدل. yeah. يعني في اماكن كده ممكن نحتفظ كده بالابيض يكون ديب قوي والدنيا منظمه وما فيش حد هيخرب الشيطان، وفي اماكن ناس هيخبطوا في الحيطان وناس هيتكعبلوا وحاجات هتبوظ. فيعني لما ده يحصل how is it going to be affected. ف with the concrete it's durable، تخليها modern قوي. ف ده وصلت السوري متاخر شويه في الكونسبت بتاع ده بتاع كايرو كيتشن، فانا خليتها street food meets modern design. ف لسه في روح الستريت فود بس كنت عايز اخلي المكان modern، ومودرن ديت فيها like a million interpretations. بس modern for me in this project means something very specific and that's cleanliness, clean lines. فيعني الترابيزات كلهم زي بعض، البيسز كلهم زي بعض، الالوان مربوطه كلها مع بعضيها، الخشب لونه فاتح، في كذا كذا clean lines في المكان كله. يعني الحيطان كلها are كده very modern and clean. بعدين عملت فوق خط معين حيطان بيضاء، بحب قوي اللون الابيض ده، مش شفته في كذا مكان، هو بس يعني الابيض بينور و it's such a nice contrast against almost everything. يعني الابيض ضد الكونكريت جامد قوي، الابيض جنب الستين جلاس جامد جدا عشان يعني النار جايه من اماكن مختلفه، و you have the green or the yellow or the red على الحيطان، it's just cool. فحلو كده كمان street food كده الحلو قوي في مصر ان كل مكان بنروحه بيكون مختلف، بس دايما كده بنشوف الستينلس ستيل في ترابيزه القهوه، في الكرسي القهوه، في كام حاجه كده يعني استخدمناها بس بطريقه كده يعني a bit more modernized. فاحنا we're still respecting our heritage
انا بس واخدينها بطريقه just a bit more modern, a bit more now. بس كل مكان مختلف. فهو كان عايز اوري كمان يعني مثلا المصطبه العاليه ديت فيها اماكن الجزم, في ستورج كمان تحتيها للمطعم, البروشورات. The juice dispensers مثلا. فبين مثلا وسط الجوس dispensers, the juice dispensers حاطين سعر كتير قوي في المكان, عشان المكان اصلا is supposed to be city, supposed to be urban كل حاجه, بس دي مش معناتها ان ما فيش اي زرع, ما فيش اي nature. ده it's very nice always having يعني nature معانا, عشان ده الطبيعه. وك human beings احنا we feel much more relaxed around nature. الالمازا هاوس, this is بقى high end house. بس كمان حتى لما انا بعمل high end انا بفضل استخدم حاجات مصريه as much as possible. ودي الكلاينت كانت جامده جدا again, كان يعني الحمد لله نشكر ربنا يعني في كذا كده كلاينت جامد في البرزنتيشن ديت. والحلو قوي في نايلا ذا كلاينت يعني جدتها كان لها بيت خرافي that was inspired by حسن فتحي في العجمي. فللناس اللي سننا والاكبر, العجمي كان يعني في كان مهم قوي لنا. كان العجمي ده كان السيف بتاعنا, كان بنشوف اصحابنا, بنشوف العيله, ننزل في الشارع, نركب البايسكل, نتمشى لاصحابنا. كان يعني كان في it was very safe, وفيها نوستالجيا كتيره جدا. فلنايلة ولعمر عملت البيت عجمي meets modern boutique hotel. ف the modern aspect جاي تاني, عملت I get very clean line. It's a more modern take, it's cleaner lines, it's more simplistic. The colors that we chose في المكان كله عجمي, البحر, الشمس, again earthy colors. الترابيزة مدورة الكوفي تيبل ديت كانت صعبة قوي نتعمل. فكلمت صديقتي يسرى ياسين من روم 9, يا يسرى انا عايز اعمل ترابيزة متر 80 معمولة بالكوس, يعني ساعديني من فضلك. فهي عرفت تلاقي الشخص اللي جامد يعملها. فدي حاجة كمان مهمة قوي, انك يعني كلنا عندنا سترينجز مختلفة. وبحب قوي اشتغل مع ديزاينرز مختلفين. يعني انا عملت التصميم ده, بس دي مش معناتها ان انا كمان لازم اعمل البرودكشن او اعمل. ف يسرا جامده قوي كديزاينر, يسرا جامده قوي ك سبلاير. ف it's very important that we utilize النتورك بتاعنا ونشتغل مع بعضينا كديزاينرز. انا دايما بحس كده a good team effort, زي ما كلمت على graphic designers or landscape designers or lighting designers. يعني a good team effort makes a massive difference. يعني هنا مثلا استخدمنا Enlighten لللايتنج, وده lighting is mostly imported. انا دايما بفضل local, بس هما they're just brilliant, واخدوا المكان واخدوا الجرافيك ديزاين اللي عملناه to a different level. فعجمي meets high end boutique firm, a boutique hotel. فالارضيه موزايكو صب بالفواصل, والفواصل دايما يعني انا برسم الفواصل شخصيا عشان بحب اللي يكون في علاقات معينه ما بين كل حاجه. ما بحبش اخترع خطوط جديده. في يعني انا دايما مثلا بشوف كده شبابيك فين فين, وبستخدم نفس الخطوط ديت. يعني اللون الرمادي is كده very clean, very modern, durable. They have two kids. It's like زي كونكريت شويه الموزايك والصب, بس هتبقى بقى حسوه بيضاء عشان افتح المكان شويه, عشان كنت عايز المكان يكون منور. يعني في العجمي احنا في السيف هنا في الماظه, بس يعني عايز الروح ده. و again الكلاينت جامده قوي, و her mom بقى المره دي is an amazing landscape designer, وهي اختارت لنا الوايت جاردن. فهي الجنينه خضراء جدا وفي ورد كده ابيض ما بينه. فهو اتس ده الفوكال بوينت بتاع البيت, المنظر او الجنينه او الخضره. لو هي الشقه كمان ممكن تكون منظر, او ممكن تكون لوحه, ممكن يعني a different thing. بس in this situation it's the garden. بقول لك حسن فتحي ديزاين تشيرز في البيت, بيت جدتها في العجمي.
حلو قوي. دايما بحب كده ادخل حاجات من العيله، يعني ما بحبش اني اخش جوه مكان وكله جديد وبحس ان مفيش روح. فلذيذه قوي في نايلة، هي she's very layered، وعندها يعني جدتها وعندها صور حلوه، وبتحب قوي الارت، وكمان بتفهم ازاي ممكن تعمل حاجه beautiful من غير ما يعني to spend a fortune في كل شيء. زي مثلا احنا جبنا صور من تنتيرا، this beautiful landscape photography، وده بيغير الروح كمان. يعني عندنا بره عندنا القدره، وكمان حتى جوه لو تشوف اللوحه اللي ورا ديت photograph bringing nature in again. يعني في بامبو، في البوز، في الجنينه اللي بره، في ورد، دايما هي عندها ورد في المكان. طبعا يعني في كتير قوي يعني Islamic inspirations في المكان. فأنا كلمت صديقتي سلمى عابد، who's an insanely talented graphic designer، بعت لها كل الاليفيشنز لكل الخشب بتاعنا، فأنا عايز pattern إسلامي that's modern. فهي جابت عملت لنا ديزاين خرافي في كل الدواليب. زي هنا شايفين مثلا اليمين دولاب ده، فتحت وفوق دي continuation للكونسبت، ان يعني انا مستخدم نفس الباترن. يعني في الاماكن التانيه شفته، في مثلا في جي سبيس استخدمت نفس الماتيريالز، نفس الكولرز. في كارو كيتشن سيم ماتيريالز كونسيستنتلي اوفر تايم، سيم بيس. اوسانا اللوجو ريبيتد اوفر اجين، سيم ماتيريالز دان ان ديفرنت وايز. فابريكس باترنز، في كذا حاجه ممكن نكررها ولسه نعمل روح مختلف في مكان. يعني دي اوضه الضيوف، و او تشوفوا كده في البوتيك فايب بقى. هنا انا اتبسطت قوي مع نايله، عشان نايله بتحب قوي الديتيلز. فاحنا كان كل اوضه ليها كولر باليت معين، والكولر باليت wasn't crazy. مثلا ده كان يعني this specific shade of green. الفوط كانوا بيضة with this specific shade of green، والملايات كانوا أبيض with this specific shade of green، وأوضة تانية I think it was white and blue. But it's very very subtle، بس كده بتحس كده إن كل أوضة كده فيها شخصية. وهنا مثلا جبنا حاجات كارفان سراي lighting، which is as a beautiful Islamic inspirations as well. فلاقيها قوي على روح العجمي. وبعدين مثلا الهيئة الرخام دي أخدتها من the pattern that Selma did for us. And I repeated the same marble. حتى خلينا سلمى تعمل لنا الجيست باثروم downstairs بنفس الباترن اللي هي عاملاه. فيعني احنا اخذنا سلمى في lots of elevations، والباترن ده فرق جدا معانا. وانا كانتيريور ديزاينر I know that I'm good at creating the overall and creating furniture pieces، وادخل ده مع ده، بس كجرافيك ديزاين سلمى اجمد مني. فدي ده المهم، ده المهم لنا يعني كديزاينرز، to be objective. ف like I was saying earlier يعني. ف يعني تشوفوا كده مثلا المرايه بتاعتنا هي عاملاها فيها من ورا في السترايبس، بعدين تشوفوا كده السقفيه فيها الازرق. فانا انا مكمل الكالر سكيمز بطريقه مختلفه. يعني في الحمام ده مثلا السقف ازرق، في حمام تاني في سقف رمادي اعتقد one of the rooms، هو ده السقف الرمادي. فكل اوضه كان فيها روح مختلفه شويه، بس كله لايق على بعضه. زي هنا بقى يعني الصوره دي حطيناها عشان دي مثلا السلم الاساسي، كنت عايز اعمل حاجه كده very كده simple and clean and light، and حطوا الاناره في المقبض down light which is very cool. بعدين اشتغلت مع صديقي who's a contractor. We became friends من المشروع ده. وأجين تيم 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 تيم، يعني دي يعني a good team effort is أساسي. so زياد the contractor، وعملت له هوري لكم بيته اللي أنا عملت له ديزاين بعد البيت ده. قال لي ما تعمل كنبة طايرة. قلت له ايش that's a very cool idea. ف I designed this sofa. This is thanks to زياد having the idea. و مهم قوي نسمع الناس، عشان دي is this is how we learn, this is how we grow as people and as designers. يعني ف and you can make it your own. يعني انا عارف ال concept بتاعتي عجمي meets modern، وعجمي ليا في معنى معينه، ومودرن ليا في المكان ده في معنى معينه. فهنا بقى فوق الكنبه نايله حاطط صور لبيت جدتها the inspiration. But this is a really cool way
and to bring in your family and your life to your space. Video, just different images. Her kids' room was very, very fun. كان في chimney, but downstairs خليت chimney for the swing, but then upstairs the kids' bedroom is full of chimney, فخليت chimney بتاع kids' room a reading nook. فكل حد كده ممكن كده يخش كده in a small كده secluded area and have a nice read. And the bed is fun, it's two levels with سرير عريض, but when they have friends over. Again, and you had to, this room is ليا مع بيت البيت, you have the same colors, you have the same flooring, الوزرة اللي لعبت بيها شوية خليتها أدخن, نفس ألوان الخشب. This consistency is what makes the space, يعني the concept من جوه لبره هو دي الجنينة الخرافية اللي أم نايلة ديزاينت. واحنا هنا مثلا في ال outdoor area again, يعني في الموزايك والصب في الأرضية, نفس الألوان اللي كان جوه شفناها بره, بس كل أوضة لسه فيها روح. يعني again, and to carry a concept does not mean and that one repetitious and dull and boring. It's just انت بنحترم الماتيريالز, بنحترم الديزاين, بنحترم different aspects over and over again. فهو المكان بيكون مريح للعين وللشخص. فبعد ما عملت الماظة مع زياد, طلب مني اني اعمل له البرايفت ابارتمنت بتاعته في الزمالك. فدي حاجه كول قوي, يعني بحب قوي اشتغل مع نفس الشخص over and over again. طبعا it's always good having new people عشان بنفكر بطريقه مختلفه, بس كمان it's really nice ان الكونتراكتور رجع بعد ما اشتغلت معاه وعايزني اعمل له بيته. فده was a very big compliment. وكمان زياد is a انسان جامد, يعني هو الزبون الجامد بيفرق قوي, يعني عنده شخصيه, هو عارف هو جامد في ايه وانا جامد في ايه, و he has his ideas. هو بيحب قوي الستايل الاسلامي وبيحب قوي سويدش ديزاين. ف I was like قشطه, this is Islamic design meets Swedish design. فدي تاني مره استخدم Swedish design في البرزنتيشن ديت. انتوا شايفين two very very different Swedish designs, right? فدي that's what I was saying في الاول, انه لما بتقولوا كلمه دي ليها تقول ليكم انتوا. يعني انا, يعني لو انا اقول سويدش ديزاين في المكان ده انا اشوفه بطريقه معينه, when it's and it's and it's and it's very detailed ليا انا. بس انا بعد 17 سنه مش محتاج اكتب الباراجراف كلها. فيعني for me Swedish design هنا is just very clean, very modern, very functional. ما فيش دربخه, ما فيش يعني unnecessary stuff. يعني هنا كمان عملت تصميم الكنبة, عملت تصميم الكوفي تيبل, عملت تصميم الميديا سنتر, عملت تصميم المجفة. أنا بحب قوي جامع محمد علي في الأعلى, بحب قوي النجف اللي نازل ده. كنت عايز أعمل نفس الفكرة, فرحت لكيلوس وكان لهم وحدات حلوة قوي, فأظن جبنا 17 و18, عملت نفس الشيب والكوفي تيبل. فهو ده الإسلاميك باترن دي فوق بعضيها. الكوفي تيبل كمان ماي ديزاين, كابت ات raw and steel, which is very modern. And modern is very Swedish, but it's like يعني هي لو نخش كل أوضة وبنختار حاجة, أنا بعرف أنا من دراسة التصميم يعني أساسية جدا. في كتير ناس فاكرين إن إحنا مش محتاجين كل الدراسة ديت, لا خالص, عشان this كلها فيها research وفيها كذا وفيها كذا layers. ف just playing with Islamic shapes is super interesting. And if the media center, these very clean lines, it's Islamic meets Swedish, the coffee table, but then yeah, the same shape, the lighting. And then I'm شوفوا كده المكان نفسه كده المطبخ, خدت كده ال patterns كمان from an old mosque, like these straight lines. It's very clean, it's very modern, بس الناس بيقولوا how is this Islamic? This is, انت ممكن ناخد جزء من حاجة وتكون حاجه مودرن. يعني لغايه دلوقتي في حاجات ancient Egyptian which is extremely modern, فهي مش يعني مش لازم تكون مودرن يعني جاي من دلوقتي. في حاجات كده just clean and sleek and فالباترن ده عجبني قوي, استخدمته في الميديا سنتر, استخدمته في المطبخ. زياد مثلا كان بيحبه قوي الماربل ده, فلكن هو زياد اختار الماربل من الاول, فالكولر سكيم از بيست اوف اوف زياد's color, the marble, his marble selection. البيبان المشربية دي حاجة أساسية, حاجة مصرية, دي حاجة إسلامية, دي حاجة يعني
that I love working with the shadows, the يعني مثلا يعني شوفوا كده في الطرق في اخر شايفين كده life philosophy في design. يعني لو زي انا في اماكني دايما بقول لكم بحب اعمل حاجه كده very laid back and very real وconnected للناس. فدي كان مثلا شقه جده زياد. في most of her stuff ما كانش her ما كانش his taste, بس احنا للاسف ما حطيتش الصوره دي. بس في عندها مثلا كان عندها لوحه حلوه قوي, فاخدنا اللوحه وحطيناها في حيطه كده asymmetrically في المكان. بعدين كان عندها فوت ريست حطيناها في مكان تاني, فدخلنا جدة زياد في البيت بطريقه مختلفه شويه. يعني this guitar is his, this plants are his, and it's nice having these plants again to bring in the nature. Part of Islamic design, part of Scandinavian design is nature. I mean, these are very big aspects of both. So yeah, I mean, everything really has like a should have like a nice any nature aspect to it. Again, أنا استخدمت اللون الأبيض وعجبني قوي اللون الأبيض عشان أنتوا تشوفوا كده المنظر قدامكم. هي عمارة حلوة جدا بس عمارة مش حالتها حلوة قوي, فبحب قوي قد إيه الحيطة بيضة. وبعدين بنبص ورا بنشوف كده الشيش المجروح السكراتش شويه. و انا اصلا قلت للفوتوغرافر يحيى العيلي who's amazing, انا عايز اشوف السلوك, عايز اشوف التكييف, عايز اشوف الكمبريسور. عجبني قوي قد ايه الدنيا مختلفه ما بين بعض. وبعدين مثلا يعني زياد سافر راح المغرب مره وراح محل سجيد, فبعت لي صوره في السجاده الكبيره بياخد وقت مرات في الاول, بس بيساعد جدا ان المكان يكون مريح للانسان. If it's a residential or commercial, بيساعد جدا 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 في البراندنج. And for any commercial space, you should really work well with your branding designer. و it should be a team effort يعني. دي تفكيري انا في الكونسبتس شخصيا. That's what works for me. فما يعني and I think it's important لكل designer يكتشف الطريقة اللي تنفع لكم أكتر حاجة. بس ده لازم تكونوا objective قوي. يعني هو طبعا عشان أنا بقيت 18 سنة في المجال ده, فأنا ممكن أقول حاجة في ثلاث كلام ودي وأنافسها over and over again. I think أنا في الأول كنت يعني عندي مثلا يعني 8 words 10 words مثلا في الأول عشان بس احدد المكان. في كل مره بختار اي حاجه الكونسبت دايما في دماغي. فاتمنى ان شاء الله يعني انا البرزنتيشن دي كانت مفيده لكم, ولو عندكم اي اسئله يعني اتفضلوا في الكومنت سكشن وانا موجود. وممكن مش هسمع اي حاجه عشان الكونكشن مش كويسه في الاوديو. بس if you have any questions يعني please comment. وانا كمان اظن انا الانستغرام بتاعي موجود, عايزين تبعتوا لي اي مسج على انستغرام if you have any questions. لو عندكم كده cool stuff you want to share يعني I'd love to see your work and anything you've designed يعني. لو ما فيش اي اسئله ممكن نخلص البرزنتيشن. Well, thank you very much. It was very nice. It was very nice having this session. Inshallah, you enjoyed it.